مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الكبي باللبن مع الفتوش. أول شي بدنا نبلش بالكبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا 1.5 كيلو لبن، حط فوقن حبتين ثوم، رشة ملح صغيرة، كمان بحط ملعتين طعم نشا، ملعقة 2. خليطهم منيح مع بعض. كبي باللبن كمان عامليتها قبل هلا، بس عشان برمضان حبيت ارجع افكركم فيها. عرفتوا كيف؟ خليطهم مع بعض. هلا بحطهم بالطنجرة. بسم الله، ما حطينا فوق المي بس خلطتهم. رح حط فوق كوب مي كبير. هيدا اللبن صار جاهز لنحركه على الغاز تحريك مستمر. كمان هيدي الكبي عمليتها فيديو سابق قبل هلا، رح احط لكم رابط طريقه تحضير الكبي اخر فيديو. الكبي بلبن لنحرك تحريك مستمر باللبن على الغاز. ما حطيت رز فوق اللبن عشان الكبي كتير تقيله على المعده، بس تركت اللبن بدون رز. في ناس اذا بحبوا بحطوا شوي رز، شي بسيط. ان شاء الله كل رمضان وانتو وعيالكم سالمين يا رب. بلش يغلي عنا اللبن، هلا بوقف تحريك. كمان بحرك شوي، بخفف الغاز درجة. وبحط ملعقة صغيرة نعناع يابسي. كمان بحركهم. هذه وجبة كتير كتير طيبة ورائعة لرمضان. هلأ بتركهم يغلوا مع بعض، وكل شي حوالي 3 دقايق بحرك بهيدا الشكل. تحريك بسيط. هذه الكبة بعد ما غلت حوالي ربع ساعة، هلأ جاهزة لحطها بصحون. طفي الغاز. شفتوا اللبن شو محافظ على سماكته وعلى لونه؟ كتير كتير طالع رائع. اليوم بدي اعمل بعد انا وياكم طريقة تحضير الفتوش. بعد ما عملنا مع بعض الكباب بلبن، هون بدي اعمل انا وياكم الفتوش. عنا خس، فجل، فلايفلي، نعناع، بقدونس وبصل اخضر. رح اعمل الفتوش انا وياكم بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وشكل كتير عن جد روعة. أنا بحب كتير الفتوش بهيدي الطريقة. أول شي بدنا نقطع الخسات.
قطعهم شرائح بهيدا الشكل، قطعة كبيرة. بنحطهم بالجات، كمان الخيار. الخيار بس منقطعه شرائح بهيدي الطريقة بيعطي شكل عن جد كتير حلو بالفتوش. انا عاملة الفتوش قبل هلا، بس حبيت لكم عن هيدي الطريقة، كتير كتير حلوة. الخيار بيبقى زي ما هو هيك منقطع شرائح. البصل الفلايفلي كل الخضرة بقطعها تقريبا شرائح بهيدا الشكل مثل الخيار. بعد ما عملت الفجلات النعناع شو بعمل؟ زي ما هي بحطها ورق بفوق الفتوشات، بيبقى شكله زي ما هو كتير حلو. بقدونسات بقطعهم قطعة شوي كبيرة. هلا بحطهم بالجات. هلا بدنا نحط البندورة كمان فوقهم. عندي هون بندورة حبة صغيرة بهيدا الشكل، بحطها زي ما هي فوق الفتوش. هلا بدنا نطبق الفتوش انا وياكم. نص ملعقة صغيرة سماق، كمان حوالي ملعقتين طعام عصير حامض، زيت زيتون، حطيت حوالي 5 معالق طعام زيت زيتون، ملح، الملح على ذوق مثل ما بقلكن على طول. كمان منحط دبس الرمان. دبس الرمان بيعطي نكهة كتير كتير طيبة للفتوش. هلأ بدقل الخبز أنا وياكم، بس حمي الزيت عنا. بحط الخبز، بدنا نقل الخبز للفتوش. كمان إذا ما بدكم تقلوا الخبز ممكن تحمصوه بالفرن أو بالتوستر، ما في أي مشكلة، أنتو حسب الرغبة. هلأ بشيلهم من الزيت وبحط بعد كمية تانية. هلا بخلط الفتوشات. بسم الله. هلا شو عملت انا؟ حطيت الفتوش، وقبل التقديم حط الخبز على الوجه. هذا الفتوش اللي عملته انا وياكم، هذا طبق اليوم اللي عملته انا وياكم، الكب بلبن مع الفتوش. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.